أكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله أن مملكة البحرين خطت خطوات متقدمة وتفخر بإنجازاتها الوطنية التي نجد شواهدها في كافة المجالات، مع التزامها بإتاحة كافة الإمكانيات اللازمة لتواصل المرأة البحرينية تواصل مسيرتها بنمو متزن ومستمر يتناسب وسعيها المستمر نحو التميز في العطاء. جاء ذلك خلال استقبال حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بقصر الصخير هذا اليوم، بحضور صاحبة السمو الملكية الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، كبار المدعوين ورؤساء الجلسات والمتحدثين من الخارج المشاركين في المؤتمر الدولي الذي يقام على مدى 3 أيام تحت عنوان المرأة في الحياة العامة من وضع السياسات إلى صناعة الأثر، والذي ينظم بشكل مشترك بين المجلس الأعلى للمرأة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. الحمد لله نعتز ونفخر بجهود خواتنا وبناتنا في مختلف الأصعدة، في العمل، في الميدان، في المكاتب، في الوزارات، في القضاء، في السياسة. على كل حال بالنسبة إلى بلدكم البحرين، دور المرأة ما كان متوقف. يعني أنا بالنسبة لي من
فتح، وأنا أشوف المرأة العمل تعمل مع الرجل في كل مجال، لكن اليوم قمنا بتشجيع أكثر بحيث أن نوجه أن لا تركزون بس على أمور منزلية أو أعمال منزلية، ركزوا على أمور أكبر. بالفعل لما نعرف في صور أن المرأة بدأت انتخابات البلدية في البحرين 1923، يعني أنا هذا اللي عرفته. أذكر حتى كثير من دول العالم الغربي والشرقي ما بدأ هذا، بل يمكن أن احنا بدأنا في نفس السنة مع بريطانيا ذاك الوقت اللي هو 1923. كذلك الخريجات الجامعيات واللي يعني قاموا بالواجب وقاموا بالعمل التطوعي كانوا في كل في الأنشطة وفي المدارس المستشفيات الحكومة. فبالفعل عايشين كأسرة واحدة وكلها تعمل. ومن قال أن المرأة في عالمنا العربي ما كانت تعمل؟ المرأة في عالمنا العربي عملت في الحقول وفي الزراعة وفي الإدارة وحتى الحروب شاركت من قديم، تجلس في المجلس وتقلق الضيوف وترحب بالناس وتشارك الأفراح والأتراح مجتمعها مثل ما قلت. واليوم فقط مسألة تنظيمية تنظم العمل بالنسبة للمرأة وتشجع على دخولها الأسواق المختلفة والدكاكين المختلفة. الحمد لله احنا نهني دولة الإمارات بفوز المرأة برئاسة المجلس، وهذا حقيقة دليل ان لولا احترام الرجل للمرأة ما وصلت إلى هالمواصلة. والرجال هناك رجال يعني معروفين، ولكن هذا الاختلاط متفاهمين عليه من مئات السنين، ما هو وليد اليوم. وأنا في البحرين في الواقع إن شاء الله ما أكون غلطان على أحد، إحنا رفضنا أن تكون عندنا كوتا للمرأة في المجالس. أنا في الواقع نشوف منافسة المرأة قوية ما تحتاج إلى كوت، يعني بتاخذ الكراسي بذراعها 100%. فلذلك ما كان في حاجة أن نسوي كوتا للمرأة أن تدخل المجلس النيابي. بالفعل لما ننظر إلى نتائج بناتنا في المدارس متفوقات، يعني هذا 70% أو 75% هذا صار في الماضي، هم 80 وفوق ويدرسون ويجتهدون والحمد لله سمعتهم طيبة في كل عمل. فما في مهمة صعبة على دور المرأة. والنسب أنا مو بخبير نسب، يعني ما عندي معلومات وتابعها، لكن أشوف عين أن المرأة متوازنة وموجودة في كل محفل
في الحفلات موجودة، وفي الوزارات موجودة، وفي الدوائر موجودة، وفي المصانع موجودة، وفي الطيران احنا عندنا نساء يطيرون، وخذوا بعد يعني درجة القيادة وهكذا. لا شك زيارتكم اليوم، حديثكم في شؤون المرأة هو دفعة قوية للمرأة والرجل. أعتقد الرجل بيلاحظ نفسه ولازم يلاحظ نفسه، لأن السباق مو بسيط والمنافسة قوية، وهذا المستوى المطلوب. فالمرأة يعني احنا نتمنى ان تتجه لهذه الأعمال وهذه الحقول بالثقة هذه، وهي مسألة ثقة فقط لا أكثر ولا أقل. وفي القضاء كذلك، البحرين في بلدكم دخلت المرأة القضاء، المحاماة من زمان. أنا أعتقد البحث في القضايا عند المرأة القاضي أدق من كثير من القضاء حسب ما تابعنا. وأعتقد وصلت عندنا قاضية إلى المحكمة الدستورية، هذا على المناصب الحقيقة في القضاء. المحكمة الدستورية محكمة مستقلة تماما، تفتي وتحكم في أمور الدستور والحياة عموما، لأن إذا قالت هذا غير دستوري هذا النشاط يتوقف، وإذا قالت دستوري يستمر. فإحنا الحقيقة فخورين، بناتنا فخورين، أخواتنا فخورين، أمهاتنا. والقراءة والكتابة طبعا ما هو فخر، إحنا عددنا قليل كشعب، فالحمد لله يعني مسألة الأمية لا توجد في البحرين لا بين النساء ولا بين الرجال. السبب بعد مثل ما قلنا العدد قليل، والمدارس بدت في 1919 وللبنات أعتقد 1926 أو 23 28 من ذاك الوقت مدارس رسمية. لكن العرب عموما ما توقفوا من العلم، اللي يقرأ أدبهم تراثهم القديم يشوف من آلاف السنين عندهم الفكر وعندهم المعاني وعندهم الوصف وعندهم الحياة ومعرفة الحياة ومعرفة الحروب، وكل شيء سجل في قصيد وسجل في كتب. بالعكس يعني احنا اليوم نقول يا ريت في عندنا كتاب مثل ما كان في الماضي، كتاب الماضي مجلداتهم وافكارهم ومتابعاتهم للحياه، حافز كبير ان شبابنا اليوم. انا ما عندي احصائيه بس نعرف البحرين عموما في كتابه الكتب والروايات والمعرفة على حجمها تعد من أوائل الدول كنسبة إنتاج في كتابة الكتب وفي ترجمة الكتب. على كل حال يعني أنا بغيت فقط أرحب بكم على أساسكم في بلدكم وبين أهلكم، والبحرين لا تنسى جهودكم كلكم، كل الدول اللي اليوم ممثلة البحرين لا تنسى مساندتكم لها. صداقتكم كانت أساس في قوتنا، والبعثات الكثيرة اللي جات من عالمنا العربي
ومن الدول الصديقة، بعثات لا تنسى ساهمت في إثراء العلوم وفي إثراء كل ما يعني يجب أن نعرفه عن الحضارة اللي اليوم نعيش. لا شك هناك منقصات تؤذي الإنسان اللي يتمنى الخير، هذا شيء نشوفه كل يوم للأسف، ولكن الحمد لله أنا أبشركم أن وعي العالم اليوم ككل وانتباهه ككل لهذا الأمر بحد من وقد يقضي عليه تماما. السنوات الماضية كان قليل منا اللي يفهم هذه الأمور أو يحس بها، أما اليوم وصل كل العالم كل مناطق العالم، فالظاهر الآن تضيق الحلقة على الشر، إن شاء الله الخير يتغلب على الشر، وهذا اللي إحنا نتأمله. أنا دائما أقول في بعض الأحاديث إني من مؤيدين المرأة، طبعاً لا يجرؤ إنسان إنه ما يكون مؤيد، لأن المرأة هي أساسه، هي أمه، يعني ما يبي لها كلام، وهي الأحرص على البيت، وهي اللي تربي الأبناء والبنات، وهي اللي تلاحظ إدارة المكان، وهي يعني بالفعل الزوج لما يروح ويغيب يفكر متى أنه يعود عشان يستقر ويرتاح بعد هالعنى من مطاردة الرزق اللي أحيانا تفرض نفسها عليه. فإحنا ما عندنا والله مشكلة ولا قضية تعلق بالمرأة، المرأة قادرة على نفسها وقادرة أنها تقوم بنفسها، تطلع من الصباح الباكر إلى العمل وترجع على الوقت وتقوم بكل الواجبات الاجتماعية الأخرى. فإحنا فخورين، أكرر جيتكم وتأييدكم لهذا النشاط، ما في شك بيزيد المرأة البحرينية ثقة ومحبة لحياتها وللي تقوم به. في تقاليد أحيانا تحد من بعض، لكن والله ليش يعني السيارة بعد اللي ما فيها بريك خطرة، بعض التقاليد هي نوع من يعني ضبط الأمور أكثر من أنه هو تغييد، مثل الحرية المطلقة أو الحرية المسؤولة. الحرية المسؤولة أفضل، وإلا نخسر حتى عيالنا وبناتنا من دون يعني ضبط ومن دون تقاليد. الالتزام الحقيقة بتراثنا والاحتفاظ والاهتمام به هو الحقيقة الأساس في مسألة أن تكون النتيجة المرجوة. على كل حال صاحبة السمو ما قصرت اجتماعاتها